واحد مغمور. منو هذا حسام؟ من هو بعالم الفن؟ من هو؟ ما بتعرفوا من هذا حسام؟ يا لك هاد خطيب نور صديقتي. لألك شغلة، خطيب نور، خطيب باريس هيلتون، ما بيهمني إطلاقا. المهم من هو بعالم الفن والبزنس والشهرة؟ لك صدقوني هذا الشاب كتير 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 موهوب وإله مستقبل باهر، وعن جد يمكن يصير أحسن من عاصي ووائل. شوفي، أنا هذا الموضوع ما بيهمني إطلاقا. بيسبق عاصي راغب حلاني، هذا يعني هلا بس يسبقون بنقول ايه. هلا لا علامه علامه مين راغب؟ عاصي علامه راغب حلاني نحكي. هلا لا لك شلون بده يسبقوا اذا نحن رفقات وما وقفنا جنبه وساعدنا بالفيديو كليب؟ انا مع ميديا ما حق والله. ها سؤال ساعدنا شوفي ميديا، بعالم الفن والبزنس المجاملات يعني مو منيحه، وحتى اذا انا وافقت رونو مستحيل يوافق. اكزاكتلي، رونو مستحيل يوافق، امبوسيبل. يعني انت مو خرجت مون عليه؟ ما انا اسف، رونو امه ما بتمون عليه. صح، حتى امه ما بتمون عليه. شو اضفت هلا انت؟ انا ما اضفت شيء. ما طبعا ما اضفت امه، وانا قلت امه. يا ربي، يعني ما في امان. سوري سوري سوري، ولا 1%. رؤي ميديا، رؤي يا استاذ روجي، صحيح حسام منه مشهور، بس اذا ما عمل ليله فيديو كليب تحت اشرافك انت كيف بده يوصل؟ عفوا، شو قصدك؟ قصدي انه انت المرشح الوحيد لتعمل اخراج لهالفيديو كليب، يعني نحن مو ممكن نلاقي عين انظف من عينك. نيفر نيفر. أنت نانا، لك شغلة، أنا من طول عمري بشجع المواهب الشابة، ونحن إذا أنا مثلا ما أعطيته فرصة لحسام، حسام شاب موهوب جدا، مين راح يعطيه؟ واو واو واو، يا عيني عليك يا مصغور روجيه، طول عمرك كبير 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 كتير. يعني موافق؟ طبعا موافق، طبعا حسام خطيب نور، ونور رفيق تلاميذيا، أكيد راح أوافق، ما حقول لا. وشو بدك تعمل مع رونو؟ رونو؟ اسمع ولي اسمع، قال شو مشان رونو؟ قلن قلن المسيو روجي حاطط رونو بجيبته الصغيرة. طيب، امتى بتحب